حياكم الله. وإلى التفاصيل، يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المملكة يوم السبت المقبل. هذا ما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي. ومن المقرر أن يعقد جلالة الملك مباحثات مع الوزير الأمريكي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وبخاصة الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على القضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء عملية السلام. كما سيلتقي كيري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة. وفي سياق متصل، يلتقي كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان الأحد المقبل، حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن لقاء عباس وكيري سيركز على دفع العملية السياسية، وخاصة الأفكار الفرنسية المتعلقة بعقد مؤتمر دولي للسلام، مشيرا إلى أن هناك أفكار أمريكية ستتم مناقشتها تقوم على تفعيل المبادرة العربية للسلام، مستبعدا في ذات الوقت أن تكون بديلا للمقترح الفرنسي. دان جلالة الملك في برقية بعث بها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف عربات نقل عسكرية في العاصمة التركية أنقرة يوم أمس، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب تركيا وشعبها الشقيق لتجاوز هذه المحنة. هذا واستهدف انفجار جديد اليوم قافلة عسكرية للجيش التركي في منطقة ديار بكر أسفر عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى. تطورات الأوضاع في تركيا في تقرير أحمد النعيمي. تفجير هو الثاني خلال 24 ساعة الماضية يضرب تركيا، والمستهدف الجيش التركي، حيث استهدف حافلات عسكرية في ديار بكر جنوب شرق تركيا، فيما استهدف التفجير الأول حافلات عسكرية أيضا ولكن في قلب العاصمة أنقرة. أوقع التفجيران أكثر من 30 قتيل وعشرات الجرحى. واتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ هجوم أنقرة بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة بالإرهابي. وبيّن أوغلو أن منفذ التفجير هو صالح نجار سوري الجنسية، موضحا أن الشرطة التركية أوقفت عددا من الأشخاص في إطار التحقيق. من جهتها، نفت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا اتهام أنقرة، معلنة أنها لم تنفذ خلال تاريخها أي هجوم بالمتفجرات في أي مكان. الجيش التركي وعبر سلاحه الجوي شن ضربات على قواعد حزب العمال الكردستاني في العراق، واستهدف القصف مسلحي الحزب في منطقة حفتنين القريبة من الحدود السورية. وتوالت الردود المنددة بالهجمات الإرهابية. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانت الهجوم الإرهابي وأعربت عن تضامنها ووقوفها مع تركيا في مكافحة الإرهاب. واشنطن التي أدانت التفجيرات أعلنت وقوفها إلى جانب أنقرة التي وصفتها بالحليف والشريك القوي في التحالف الدولي ضد عصابة داعش الإرهابية. موسكو غريم أنقرة في الشأن السوري نددت بالهجوم الإرهابي وطالبت بمعاقبة الجهة التي تقف خلفه. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تصميم بلاده على التصدي لمن يقفون وراء تلك الهجمات يتزايد، مؤكدا على حق أنقرة في الدفاع عن النفس. تسهيلا لحركة المسافرين والتجار عبر جسر الملك حسين الرابط مع الأراضي الفلسطينية، طبقت دائرة الجمارك الأردنية نظاما جديدا يهدف إلى تبسيط إجراءات تضمن انسيابية لحركة القادمين والمغادرين. تفاصيل أكثر في تقرير أسامة العدوان. جسر الملك حسين الذي يعتبر أهم المراكز الرئيسية التي تشهد حركة مسافرين من وإلى الأردن، والذي يمر منه ما يقارب 1 مليون مسافر سنويا، وباعتباره أحد أبواب الأردن للحركة التجارية، جولة تفقدية للإطلاع على آلية عمل المراكز الجمركية والمشاريع التطويرية التي يشهدها المركز، والكشف عن مدى جاهزيته لاستقبال أكبر عدد من المسافرين مع تطبيق نظام الجمارك بكل دقة وأقل وقت ممكن. بدأت الجولة صباح اليوم في جسر الشيخ حسين، اطلعنا على واقع الحال في المنطقة الجمركية هناك ومنطقة الشحن إضافة إلى الركاب. الوضع ممتاز، تجهيزات ممتازة حقيقة، يعني المركز مثالي. ثم انتقلنا إلى مركز جمركي لجسر الملك حسين،
طبعا هو مركز قديم لكنه محتوي على كل الخدمات، فيه كافة المتطلبات التي يجب توافرها. فحقيقة كانت زيارة ممتازة ونتائجها ممتازة والحمد لله. اشتملت الجولة عددا من المواقع ومنها ساحات القادمين والمغادرين وساحات انتظار الشاحنات القادمة والمغادرة وصالات انتظار المسافرين، والاطلاع على كيفية عمل الكوادر ومدى جاهزيتها لاستقبال المسافرين خلال موسم الصيف. إجراءات عديدة تم الاتفاق عليها لتطبيقها وتنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستعمل على تسهيل الإجراءات على المسافرين. أسامة العدوان، رؤية. توقف معلمو مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن العمل لمدة ساعة بداية دوام اليوم احتجاجا منهم على تكرر الاعتداءات عليهم من قبل بعض الأشخاص، فيما أكد مكتب الوكالة في الأردن أنه سيتخذ كل الإجراءات للحد من هذه الظاهرة. المزيد مع حمزة الشعبكة. صرخات الفرح هذه ما هي إلا تعبيرا من بعض الطلبة عن سرورهم بأخذ قسط من الراحة في بداية دوام مدارس الأونروا لليوم الخميس، بعد أن توقف المعلمون العاملون في الأونروا لمدة 60 دقيقة في بداية الدوام، واعتصموا أمام المدارس احتجاجا على اعتداء بالسكاكين استهدف مدير مدرسة في محافظة الزرقاء، إلى أن طلابا آخرين رأوا في هذا القسط وقتا للوقوف إلى جانب أساتذتهم والمطالبة بكف يد الأذى عنهم. أستاذ هو إشي كبير بحياتنا لأنه هو اللي بعلمنا كل إشي بنعرفه، وبعد هذا إشي مش موجود بالاقتصاد دعنا والاقتصاد الإسلامي إنه نتعدى على الأستاذ، وزي ما بقول مثلا ما علمنا حرفا كنت له عبدا، وكمان لازم نحترم الأساتذة لأنه هم اللي بيقرونا دائما. المعلمين هم أساس المجتمع، يجب علينا أن ما نهتدي عليهم لأنهم هم أساس المجتمع ويجب علينا أن نحترمهم. هذا التوقف الجزئي عن العمل قدره المكتب الإقليمي للأونروا في الأردن رافضا ما يجري من حالات اعتداء ووصلت في بعض المدارس إلى استخدام الأسلحة البيضاء، وعبر المكتب عن أسفه على لسان ناطقه الإعلامي أنوار أبو سكينة لحصول مثل هذه الظواهر السيئة واستهدافها لموظفيه. كما قدرت أبو سكينة جهود الحكومة الأردنية ممثلة بالأجهزة الأمنية لاستجابتها السريعة ومعالجتها لحالات الاعتداء التي تحصل على مقاعد الدراسة وتكتب بطبشورة الألم النفسي داخل الغرف الصفية. ستقوم الوكالة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية لهم، كما ستستمر الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووجهاء اللاجئين من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. ما يزال الاعتداء على المعلمين يشكل عائقا للعملية التعليمية، يعرقل سيرها ويقلل من هيبتها، ولعل تكرارها يبعث في المعنيين التطلع لاستحداث قانون يجرم المعتدين. مسلسل الاعتداء على المعلمين بات يشكل خطرا كبيرا في مدارس الوكالة حول المملكة، وكتاب ومخرجين هذا المسلسل باتوا يتفننون بابتكار أنواع اعتداء جديدة. حمزة الشعبكي، رؤيا. وسط ازدياد في سوء حالته الصحية، فقد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 86 يوما محمد القيق الليلة الماضية فقد القدرة على التنفس جراء نوبة قلبية تعرض لها واستمرت حتى صباح هذا اليوم. إلى ذلك منعت الأجهزة الأمنية عددا من النشطاء المتضامنين مع الأسير القيق من الاعتصام في ساحة مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في عمان. رئيس اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الإسرائيلية فادي فرح قال إن قوات الأمن أبلغت المشاركين في الاعتصام بقرار المنع الذي جاء بأمر من محافظ العاصمة. وعلى صعيد متصل، نفذ عدد من النشطاء الحقوقيين وقفة تضامنية دعما للأسير القيق أمام مبنى الصليب الأحمر في العاصمة عمان، وطالبوا بوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين. نعتقد أنه رسالتنا وصلت، ورسالتنا هي نصرة محمد القيق، رسالتنا هي نصرة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، لا شعوب ولا حكومات ولا أحزاب ولا نقابات ولا مؤسسات حقوق إنسان ولا مؤسسات مجتمع مدني. محمد القيق يشرف على الموت في كل يوم، الأصل أن نتحرك على كل المستويات. رسالتنا إحنا اليوم كشباب أردنيين متضامنين مع الأسير محمد القيق في سجون الاحتلال، رسالتنا بدرجة أولى للصليب الأحمر أنه يأخذوا مسؤوليتهم ويتابعوا صحة الأسير، وأنه نحملهم مسؤوليتهم في حال تعرض الأسير لأي ضرر ألحق به من نتيجة الإضراب،
ونؤكد على حق الأسير في الإضراب وعدم شرعية أي عملية تغذية قصرية بتعرض لها. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح بالغة الخطورة إثر إطلاق الاحتلال النار عليهما بالقرب من مستوطنة شاعر بنيامين المقامة على أراضي مدينة رام الله المحتلة. سلطات الاحتلال ادعت أن الشابين قاما بالتسلل إلى أحد المجمعات التجارية وتنفيذ عملية طعن أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح خطرة ومتوسطة، فيما هرع جنود الاحتلال إلى المكان وأطلقوا النار تجاه الشابين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابتهما بجراح وصفت بالخطرة جدا. كما فرض الاحتلال طوقا أمنيا في المكان وسط إجراءات مشددة. رغم السرية التي رافقت اجتماعات حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي لإنجاز ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، إلا أن هناك معوقات رئيسية قد تتسبب بتعطيل إنهاء الانقسام الفلسطيني بحسب مراقبين. تفاصيل أوفى في تقرير زين صندوقة. قضايا المصالحة الشائكة والتي تجعل من اتفاق المصالحة نقطة تراوح مكانها، والمشكلة الأساسية بين التنظيمين هو تجاهل البرنامج السياسي بما في ذلك إشكال النضال والمقاومة والمفاوضات وقضية رفض التعددية والشراكة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. المشكلة الرئيسية تتعلق بالبرنامج السياسي، أي أنه لا يوجد اتفاق على الرؤية فيما يتعلق إلى أين نتجه، هل نريد أن نفاوض أو نقاوم أو نجمع ما بين الأمرين، لأن هذا الأمر في غياب التوافق يعني عمليا عدم قدرة أي حكومة مقبلة على أداء مهماتها. اتفاق على صيغة تجاور السلطة والمقاومة هي ممر إجباري، بدونه لا يمكن أن تقوم أي حكومة بمهماتها وخاصة في قطاع غزة. حماس ترى أنه يجب حل المشكلات المتعلقة بدور الحكومة كالمعابر والموظفين ومعالجتها قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلافا لفتح التي ترتئي تشكيل الحكومة وبعدها يتم التفكير في كيفية دمج المؤسسات المدنية والسياسة الأمنية التي يجب اعتمادها في الضفة وغزة، وهذا ما سيؤدي إلى وقوع كارثة. محاولة ترحيل القضايا المختلفة إلى الحكومة تشكل لاحقا من قبل بمشاركة القوى السياسية يعني تحميلها ألغام قد تنفجر في طريق هذه الحكومة. من الأمثلة التي يمكن إرادها على سبيل المثال والمتعلقة بالبرنامج السياسي، كيف تتعامل الحكومة المقبلة وأجهزتها الأمنية في موضوع المقاومة في قطاع غزة، أي هل نطلق صواريخ أم لا نطلق صواريخ، كيف تتصرف الأجهزة الأمنية مع الأجنحة المسلحة التابعة لفصائل المقاومة. في حال تمت المصالحة أن هناك انقسام داخلي في حركة فتح وأيضا كمكتب سياسي وعسكري في حركة حماس، ما يزيد من حالة التوتر والتشاؤم من إنجاز ملف المصالحة عند الشارع الفلسطيني. من رام الله المحتلة، زينة صندوقة، رؤية. وثق تقرير أصدرته منظمة أطباء بلا حدود في جنيف اليوم عدد قتل الحرب والجرحى في سوريا من خلال 70 مركزا طبيا تدعمها المنظمة. وطالبت المنظمة في تقريرها بإجراء تحقيق مستقل في الضربات الجوية التي استهدفت المشافي السورية. مزيد من التفاصيل مع سامر العبادي. تقرير منظمة أطباء بلا حدود والذي صدر والنزاع السوري يدخل عامه السادس يشير لحالات نزوح داخل سوريا ولجوء لخارجها وحالات حصار في بعض المناطق السورية المغلقة. التقرير يؤكد أن الوفيات والجرحى باتت حقائق يومية خلال العام 2015 داخل الأراضي السورية، خصوصا مع زيادة الدول المنخرطة بقواتها العسكرية هناك، والتي منها 4 دول من أصل 5 من أعضاء مجلس الأمن الدولي وتشترك في النزاع السوري. الحملة العسكرية المتصاعدة وثقت تقرير تداعياتها من خلال 70 عيادة ومستشفى عاملة وبدعم من المنظمة داخل الأراضي السورية موزعة على محافظات دمشق وحلب وإدلب وحما وحمص. يصنف التقرير ما رصده جغرافيا إلى منطقتي عمل، الأولى في دمشق ويعمل بها 35 مرفقا طبيا وهي منطقة بحاجة للوازم طبية هائلة، بلغ عدد الجرحى فيها ما يقارب 93,000 راجعوا هذه المرافق، بلغ عدد النساء والأطفال منهم ما يقارب 63,000.
يقول التقرير أن عدد الإصابات في دمشق انخفض مع التحول في النشاط العسكري بعيدا عنها باتجاه المناطق الغربية والشمالية. وفيما يتعلق بهذه المناطق وهي محافظات حمص وحماة وإدلب واللاذقية، فقد دعمت المنظمة 45 مرفقا طبيا، قدمت منها 34 مرفقا بيانات لها، راصدة 12 بلدة وقرية محاصرة، لتسجل هذه المرافق 10473 حالة علاج من تداعيات الحرب، وليبلغ عدد حالات القتل التي سببتها الحرب في مناطق عمل المنظمة 2375 قتيلا لحرب، بلغ عدد الأطفال منهم 462 طفلا. تقرير إحصائي يؤشر إلى جزء بسيط من كل الجغرافيا السورية، ويطالب القوى باحترام قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي والمتعلقة بوصول الدعم الإنساني، واضعا العالم أمام مسؤوليته الإنسانية. وبالعودة إلى المحليات، تعكف الكوادر الهندسية في أمانة عمان الكبرى على دراسة وتنفيذ حلول مرورية في عدة مناطق حيوية بالعاصمة عمان، هي الجبيهة وبسمان والياسمين، وذلك للحفاظ على السلامة العامة مع تحقيق متطلبات انسيابية المرور. المزيد مع علي الأعرج. حلول مرورية جديدة لعدة تقاطعات في العاصمة عمان بكلفة 1,500,000 دينار تنفذها أمانة عمان. كوادر الأمانة تعمل دون كلل أو ملل لإيجاد حلول مرورية فعالة للحفاظ على انسيابية المرور على التقاطعات الخطرة والجديدة. ضمن خطة الأمانة لهذا العام في عندنا تقاطعات كثير، من هاي التقاطعات اللي باشرنا بتنفيذها تقاطع الرياشي في منطقة بسمان، وتقاطع الكلية الإسلامية في منطقة الجبيهة، وتقاطع قرقش أو منطقة الياسمين. وهي التقاطعات باشرت فيها مديرية الطرق، وبنتوقع إن شاء الله أنها تكون حل مروري للأزمات الموجودة في هذه المواقع، وتنظيم لحركة المرور والسير بحيث أنها تحجب الحوادث وتبعد عن الناس الخطورة في سلوك هذه التقاطعات. الجبيهة، بسمان والياسمين، ثلاثة تقاطعات جاري العمل عليها بتنفيذ جزر مثلثية ووسطية وأرصفة وجدران استنادية وتأهيل المداخل والمخارج لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات من وإلى الدواوير على التقاطعات الثلاثة، لعلها تحافظ على السلامة العامة وتحقق متطلبات انسيابية المرور. علي الأعرج، رؤية. يشكو سكان محافظة الزرقاء من التأخر في إعادة تأهيل مشاريع المياه والصرف الصحية، والتي انعكست سلبا على الشوارع وأدت إلى أزمات مرورية خانقة ومخاطر عدة قد يتعرض لها المواطنون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. رغم أهمية مشروعات تحسين قطاع المياه والصرف الصحي التي تنفذها مؤسسة تحدي الألفية لمدينة الزرقاء، إلا أن طريقة العمل فيها لاسيما حفر أكثر من موقع بمناطق مختلفة في الوقت ذاته والتأخر في إعادة تأهيلها أثار شكاوي سكان المحافظة من تسببها بتدمير الشوارع وإحداث أزمات مرورية خانقة، إضافة إلى مخاطر متعددة قد يقع بها المواطنين. والله بالنسبة لمشروع الألفية هو مشروع كويس، و يعني بفيد الزرقاء لمدى طويل، والخطوط هاي للمدة ممتازة جدا، بس مشكلة الحفر الموجودة بالشوارع هاي يعني أوقات بكون فيها عليها حمايات أوقات ما في موجود، فهاي بنعاني منها كثير كثير وخاصة بزرقاء جديدة. ويقول سكان المحافظة أنه تم حفر العديد من الشوارع في مناطق مختلفة ولم تتم إعادة تأهيلها بشكل صحيح، الأمر الذي تسبب بإيجاد حفر ومطبات على امتداد الشوارع، إضافة إلى وجود العديد من الحواجز الإسمنتية التي تسببت بتضييق مساحة الشوارع. احنا يعني هون بالزرقاء الجديدة بنعاني من هالحفريات هاي، لأنه كل يوم هالأولاد هالصغار بيضلوا من الطفوق وخطر علينا، يعني المفروض أول بأول الشغل يصير، يعني أنت عندك حفرية اللي بنقص بخلص، يعني إذا أنت بتشطب شغلك أول بأول تنجز، بس أما تضل هون حفرة وهناك حفرة وهناك حفرة وتضل الشارع هيك مضايق على حياتنا برضو غلط بصير. بدورها اعترفت مؤسسة الألفية وقدمت اعتذارها للمواطنين، محملة المسؤولية على المقاولين القائمين بالعمل على المشروع وأنهم يعتمدون على المماطلة وسرعة الإنجاز دون الالتفات إلى الإنجاز بشكل صحيح ومناسب.
المقاولين يحاولوا انهم يقوموا بأغلبية الاعمال بالسرعة الممكنة بدون النظر الى انهاء الاعمال، كانوا يبدو بس ما ينهوا. الان احنا في اخر 3 أشهر من المشروع، وكما يبدو انهم رجعوا لموضوع انه بدنا ننهي وبعدين الغبار والتراب والامور هذه والردم نعملها. حاليا عم نوقف الاعمال، عم نسحب قيمة الأعمال اللي فيها أي مشاكل أو المناطق المفتوحة قاعدين نسحبها من الفواتير، وبدنا نحاول أنه نجبر المقاولين أنهم يرجعوا يعيدوا الأوضاع بالشكل المناسب. مشروع الألفية شارف على الانتهاء، والصبر فيه سيكون مفتاح فرج لأبناء الزرقاء، على اعتبار المشروع سيسهم في تحسين خطوط الصرف الصحي والمياه في محافظة الزرقاء. محمد أبو علوان، رؤية. أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن تأجيل سداد جميع القروض الزراعية وفوائدها لجميع المزارعين المتعثرين بسبب الخسائر التي تعرضوا لها خلال المواسم السابقة. مزيد من التفاصيل في تقرير أسامة العدوان. خسائر فادحة يتكبدها المزارعون وخصوصا في وادي الأردن في نهاية كل موسم زراعي بسبب التدني غير المسبوق لأسعار المنتوجات الزراعية وغياب العملية التنظيمية للقطاع الزراعي. تستمر معاناة المزارعين موسما تلو الآخر بسبب تراكم الديون والفوائد لصالح مؤسسة الأقراض الزراعي التي ترتفع شهرا بعد شهر بسبب تأخر السداد الناتج عن انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف عن المزارعين. ومن الدين من الدولة ومن البنوك ومن المؤسسات وهنا بعيلة يطلعوها. مدير مؤسسة الأقراض الزراعي المهندس محمد الحياري أكد أن المؤسسة تعمل بشكل متواصل لدعم القطاع الزراعي وتقديم الدعم المالي من خلال قروض ميسرة طويلة الأمد لأبناء القطاع الزراعي في جميع أنحاء المملكة. كما أكدت المؤسسة لرؤية عن فتح باب تأجيل جميع القروض وفوائدها لجميع المزارعين المتعثرين. كل مزارع يتبين لديه تعثر في مشروعه بسبب ظروف خارجة عن إرادته يمكن مراجعة الفرع الأقرب إليه أو الفرع الذي حصل على قرض منه، وهناك تعليمات واضحة لمدراء الفروع بمراعاة ظروف المزارعين وجدولة ديونهم وتقسيطها بما يناسب إمكانياتهم، وهذه صلاحيات معطاة لكافة المدراء. ويأمل المزارعون في إعفاءات للفوائد المترتبة على القروض الموسمية التي تسهم في دعم القطاع الزراعي واستمرار العملية الزراعية. أسامة العدوان، رؤية. بهدف تحقيق العدالة والشفافية للمبدعين الأردنيين، أطلقت وزارة الثقافة الدورة الثانية لجوائز الوزارة للإبداع للعام 2016. وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكغ عقدت مؤتمرا صحفيا في المركز الثقافي الملكي، أوضحت خلاله أن اللجنة التنفيذية حرصت هذا العام على إضافة حقول مختلفة عن حقول الدورة الأولى من أجل شمول معظم الحقول الإبداعية الأدبية والفنية والعلمية، كما تم زيادة قيمة وعدد الجوائز النقدية. وعلى هامش إطلاق جائزة الوزارة الإبداعية، كرمت وزيرة الثقافة عددا من المبدعين الذين كانت لهم إسهامات مميزة في الحقول الإبداعية داخليا وخارجيا. طرحنا حقولا مختلفة للمنافسة، يعني بدأنا بالرواية في حين احتفينا بالسيرة الذاتية في العام الماضي، طرحنا أفضل عمل سيناريو درامي يعني مكتوبا غير منفذ، هذا مثل أفضل فرقة موسيقية للشباب، أفضل معرض تصوير مياه والطاقة أيضا كان لها، ما زلنا محافظين عليه لأنها تشكل هما وأولوية في الحالة الأردنية. طرحنا هذه المعلومات، إن شاء الله نتلقى الطلبات لنهاية شهر 5 أيار القادم، وستعلن النتائج في حوالي شهر 7 إن شاء الله. أن تكرم فنان أو مثقف أو أديب خلال حياته، تعودوا أن يكرموا الفنان والمثقف بعد رحيله، لا أدري هل هذا التكريم جاء في وقته المناسب أم أنه إذانا بالنهاية. أعلنت السفارة الأمريكية في عمان عن استحداث مبان جديدة داخل محيط السفارة مخصصة معظمها لتوسيعة مقرات الوكالة الأمريكية للتنمية وللقسم القنصلي.
مدير العمليات الإنشائية عزيز يونس، وخلال جولة صحفية نظمتها السفارة للصحفيين للتعرف على سير عمل تلك المباني، قال إن مساحة السفارة ستصل بعد التوسعة إلى 15,000 متر مربع على غرار السفارة الأمريكية في برلين والرياض ومانيلا، كما ستشمل التوسعة منزل السفيرة والملاعب والمطاعم والمرافق الأخرى. الهدف من هذا المشروع هو توسيع مبنى السفارة وتأمين الخدمات اللي زادت في الوقت الحاضر مؤخرا، اللي هي على طلبات الفيزا والدخول على القنصلية وعلى المساعدات الأمريكية، اللي مؤخرا الرئيس أوباما والكونغرس الأمريكي عطى زاد المساعدات للحكومة الأردنية، وهذا الهدف اللي موجود من وراها حتى نأمن مراكز وطاولات أو كفاية مراكز عمل للدبلوماسيين اللي لازم يجوا مسؤولين عن هدول البروغرامات وتطبيقها في البلد. كرم مدير دفاع مدني محافظة البلقاء العميد الركن وليد صعوب عددا من المتطوعين في العمل الاجتماعي في المحافظة. مركز جابر العثرات منظم الحفل اختار عددا من المتطوعين ممن كانت لهم إسهامات مميزة، خاصة خلال المنخفض الجوي الأخير، إضافة إلى تكريم الشاب إيهاب أبو رمان الذي كان له دور بارز في إسعاف طياري الأمن اللذين سقطت طائرتهما في منطقة أم جوزه. مبادرة تكريم للمتطوعين الذين بذلوا جهودا أثناء العواصف الثلجية وأثناء ظروف الطقس الصعبة اللي مرت سابقا ومرت خلال العام الحالي، وهذا دليل على حقيقة أول شيء التواصل الموجود بين الجميع، وكان الدور الكبير لهؤلاء المتطوعين دور مميز. جاء تكريمنا من خلال سقوط الطائرة في منطقة دعم الغزلات اللي أنا وولاد عمنا نزلنا عليهم وحاولنا نسعف الطيارين الموجودين في هذه المنطقة، والحمد لله رب العالمين تم إسعافهم، بس شاء القدر أن يتوفى الملازم حازم حسونة، والحمد لله رب العالمين برضو النقيب نجداوي الحمد لله أموره بصحة أفضل يعني. ضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل معلم في العالم لعام 2016 لأول مرة معلمة فلسطينية هي حنان الحروب. حجزت معلمة فلسطينية مكانا لها بين العشرة الأوائل في المسابقة الدولية أفضل معلم، والتي تقدم لها معلمون ومعلمات من قارات العالم، وذلك بفضل مبادرة أطلقتها في المدرسة تحت عنوان نلعب لنتعلم. مؤسسة فاركي فاونديشن أعلنت عن اختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب المعلمة في مدرسة بنات سميحة خليل بمحافظة رام الله والبيرة، واحدة من أفضل عشرة مدرسين على مستوى العالم، والتي تم تنظيمها في بريطانيا، وستدخل المنافسة على جائزة أفضل معلم في العالم. اعتدنا أن نحدث فارقاً في الميدان وأن نرد على قوات الاحتلال بشكل نوعي، ردنا لم يأتي بصاروخ ولا بقنبلة نووية، وإنما أتى في الميدان بأن نضع فلسطين على خارطة العالم المعرفية الأكاديمية بانتصار أحد معلمينا ضمن فئة المعلمين العشر الأوائل في العالم. المعلمة حروب قالت إن اختيارها هو انتصار لفلسطين والمعلمين الفلسطينيين، وأكدت ثقتها الكاملة بفوزها بأفضل معلم على مستوى العالم. لا أستطيع الوصف من شدة الفرحة في مكان، وأيضا في مكان آخر الألم للظروف الصعبة اللي بنعيشها. فرحة للإنجاز، لإنجاز المعلم الفلسطيني، هو انتصار للمعلم الفلسطيني. الطفل الفلسطيني يتعرض للعنف شتى أشكاله، يراه على الشاشات يمارس ضد العنف، هذا العنف تتأثر به سلوكيات، يظهر عن طريق سلوكياته يتأثر الطفل فيه، فهذه السلوكيات العنيفة أو تظهر بشكل سلوكيات مختلفة غير العنف يعني تشكل عائقا لنا كمعلمين في السلوك الدراسية. فاستخدمت اللعب لتغيير هذه السلوكيات، تجهيز الطالب ليكون مستعدا لتلقي المعرفة الجديدة، بسطت المنهاج وجعلت المنهاج أكثر متعة. وكانت المعلمة حنان الحروب من بين الفائزين بمسابقة أفضل 50 معلماً على مستوى العالم قبل أن تصل إلى التصفيات النهائية، ومن ثم ستنافس على أفضل معلم أو معلمة في العالم.
الحروب شاركت ضمن 11 معلما فلسطينيا تم ترشيحهم من قبل مديريات وزارة التربية والتعليم العالي للمنافسة بهذه المسابقة التي شارك فيها نحو 8000 معلم ومعلمة من مختلف أنحاء العالم. الحروب لاجئة عاشت في مخيم اللاجئين قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية قبل أن تنتقل للعيش في مدينة رام الله.